عزيزتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، أهلا بكم. يقتضي بناء المشروع الشخصي للمتعلم تحديد هدف مهني مستقبلي واضح، وذلك بالإجابة عن السؤال: ماذا سأفعل في حياتي المهنية مستقبلا؟ وكذلك تحديد خطط عمل لتحقيقه. كل هذا يتم استنادا إلى معرفة المتعلم بذاته بمختلف أبعادها وخصوصيتها، وكذلك بمعرفته بمحيطه بمختلف مكوناته وفرصه ومتطلباته وإكراهاته. عندما نتحدث عن المحيط فنقصد به المحيط الدراسي والتكويني، وكذلك المحيط المهني. من هذا المنطلق خصصنا هذه الحصة الإعلامية للحديث عن سلك التخصص بالتكوين المهني وامتداداته، ونستهدف من خلالها متعلمات ومتعلمي المستويات الدراسية السادس ابتدائي، الأولى ثانوي إعدادي، الثانية ثانوي إعدادي. وقبل الحديث عن سلك التخصص لا بأس أن نتحدث عن باقي أسلاك التكوين المهني. ففي التكوين المهني هناك أربعة أسلاك وتسمى كذلك أربعة مستويات. في الأسفل نجد سلك التخصص الذي يلجأ إليه مترشحون من مستوى دراسي أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها. بعده يأتي سلك التأهيل الذي يلجأ إليه مترشحون من مستوى دراسي أدناه السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي بكاملها. بعده هناك سلك التقني الذي يلجأ إليه مترشحون من مستوى دراسي أدناه السنة الثانية بكالوريا بكاملها. وفي الأعلى نجد سلك التقني المتخصص الذي يلجأ إليه المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا. الآن سنعود للحديث عن سلك التخصص بالتكوين المهني، ونبدأ بشروط الولوج. الشرط الأول، وهو كما قلنا، أن يكون للمترشح مستوى دراسي أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها، والمقصود هنا بكاملها وهو أن يكون المترشح قد أتم هذا المستوى الدراسي إلى غاية 30 يونيو. بالنسبة لتلاميذ الأولى ثانوي إعدادي والثانية ثانوي إعدادي فما فوق، فضمنيا أتم هذا المستوى الدراسي بكامله. الشرط الثاني، وهو العمر أن يتراوح بين 15 و 30 سنة عند تاريخ بداية التكوين. الآن سنمر للحديث عن القطاعات المكونة. فمن بين القطاعات التي توفر تكوينا في سلك التخصص نجد مكتب التكوين المهني وينعى الشغل أو FPPT الذي يوفر مجموعة من المؤسسات بتسميات مختلفة، نذكر منها المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، مركز تكوين وإدماج الشباب، نجد كذلك المركز الاجتماعي التربوي لتنمية كفاءة الشباب، المركز المزدوج للتكوين المهني السنتر ميكس، مركز التأهيل المهني، مركز تكوين متعدد الاختصاصات إلى آخره. هناك قطاع آخر وهو الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية التي بدورها توفر مجموعة من المؤسسات بتسميات مختلفة، نجد مركز التأهيل المهني لفنون الصناعة التقليدية، مركز التكوين المهني إلى آخره. ثم هناك كذلك قطاع آخر الذي هو الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة التي توفر مؤسسات بتسميات مختلفة كذلك، نذكر منها مركز التكوين المهني النسوي، النادي النسوي، مركز التأهيل المهني إلى آخره. الآن نمر للحديث عن قطاعات التكوين، ويمكن وصفها كذلك بمجالات التكوين. فالتكوين المهني في المغرب ينتظم في سلك التخصص بالضبط في حوالي 30 شعبة تغطي قطاعات ومجالات متعددة، نذكر منها الصناعة التقليدية، مساعدة الأسر، البناء والأشغال العمومية، الحلاقة والتجميل، الجلد، النسيج والألبسة، الفروسية إلى آخره. قلت بالنسبة للشعب فهي متعددة، نذكر منها كهرباء البناء، الترصيص الصحي، الفصل والخياطة، صباغ زجاج، الطرز والخياطة، الحداد الفنية، بناء متعدد الاختصاصات، نجد كذلك الحلاقة، فن الطبخ، التدبير المنزلي، فارس التدريب، المنتوجات الجلدية، الخزف، الصياغة، نجد كذلك نقش وصباغة الجبس،
إلى آخره. الآن سنمر للحديث عن كيف يتم التكوين بسلك التخصص بالتكوين المهني، فهو يضم دروس نظرية، أشغال تطبيقية، بالإضافة إلى تدريب ميداني في المقاولات. هنا أريد أن توقف عند واحد خصوصية تهم المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وين عاش شغل OFPPT في هذا الشأن، هذا حيث في موسم تكويني واحد هناك جيلين، جيل يبدأ في شارش وتنبير وتدوم الدروس النظرية والأشغال التطبيقية ما يقارب 6 أشهر، تمثل منها الدروس النظرية فقط 20%، يعني الغالب هو الأشغال التطبيقية. بعد ذلك يلتحق المتدربون إلى التدريب الميداني خارج المؤسسة، خارج مؤسسة التكوين، فيبدأ الجيل الثاني. يعني هناك جيلين، جيل تبدأ في شارش وتنبير، وجيل الثاني تبدأ عندما يلتحق الجيل الأول بالتدريب الميداني خارج المؤسسة المكونة. يعني هنا المترشح يمكن أنه يتسجل في الجيل الأول أو لا يتسجل في الجيل الثاني. الآن سأمر للحديث عن امتدادات سلك التخصص في التكوين المهني، أي ما هي آفاق هذا السلك. فأمام الحصل على دبلوم سلك التخصص بالتكوين المهني 3 امتدادات أو 3 مسارات. المسار الأول وهو الالتحاق بسوق الشغل، وهذا أمر طبيعي لأنه دبلوم مهني. فهذا الأمر بغيت ننبه المتدربين بعد تخرجهم، لا يجب فقط التفكير في البحث عن العمل لدى مشغل ما، وإنما كذلك يمكن التفكير في خلق مقاولة، وذلك باستغلال الدعم والتحفيزات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن. وبالتالي سوف يشتغل ذلك الخريج ويشغل معه آخرين. المسار الثاني وهو الالتحاق بسلك أعلى الذي هو سلك التأهيل في التكوين المهني. يعني الحاصل على دبلوم التخصص في التكوين المهني يمكن أن يلجأ إلى مستوى أعلى دائما في التكوين المهني، الذي هو سلك التأهيل بالطبع وفق الشروط المعمول بها في نظام الممرات الخاصة بالتكوين المهني، حيث أن هذه الممرات التي تخص التكوين المهني تسمح بالتدرج عبر أسلاك التكوين المهني. المسار الثالث وهو إعادة إدماج في المسار الدراسي، وذلك باستغلال نظام الممرات الموجود بين التكوين المهني والقطاع المدرسي، حيث يمكن للحاصل على دبلوم التخصص المهني الولوج إلى السنة الثانية من المسار المهني بالثانوي الإعدادي، شريطة بالطبع الانسجام مع التخصص المطلوب. كما نصت على ذلك الدولية رقم 02316 الصادرة بتاريخ 31 مارس 2016 بشأن تنظيم التوجيه المهني. قلت هنا بأن الحاصل على دبلوم التخصص المهني يمكن أن يلج إلى السنة الثانية من المسار المهني بالثانوي الإعدادي، ولهذا سأتوقف شيئا ما للحديث عن هذا المسار بعجالة. فهذا المسار الذي هو المسار المهني بالثانوي الإعدادي يدوم بالطبع 3 سنوات، السنة الأولى ثانوي إعدادي، السنة الثانية ثانوي إعدادي، السنة الثالثة ثانوي إعدادي، على غرار المسار التعليم العام. تدرس فيه المواد التعليم العام بنفس الحصص ونفس المعاملات كما هو الشأن بالنسبة لمسار التعليم العام، تضاف إليه مواد تسمى بالمواد المهنية التي تدرس بمؤسسات التكوين المهني. الآن سنمر للحديث عن ملف الترشيح الخاص لولوج سلك التخصص بالتكوين المهني، فيتكون من الوثائق التالية: طلب خطي للمشاركة في المباراة، أو ملف الترشيح الموضوع هنا إشارة المترشحين في المؤسسات المكونة. وهنا مرة أخرى سأتوقف للحديث عن واحد خصوصية تهم مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وين عاش شغل OFPPT. في هذه المؤسسات يتم اعتماد ملف يسمى بملف ملف التوجيه، الذي يتم اقتناؤه مباشرة من المؤسسة المكونة وتعبئته بكل عناية. ليست هناك في هذه المؤسسات ليست هناك مباراة، وإنما يتم الاكتفاء فقط بدراسة الملف. الوثيقة الثانية وهي شهادة مدرسية تثبت مستوى دراسي أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها.
ثم الوثيقة الثالثة وهي نسخة من عقد الازدياد، ويمكن اعتماد مكانها كذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية في حالة الحصول عليها. الوثيقة الموالية هي ظرفان متنبران يحملان اسم وعنوان المترشح، وأخيرا صورتان شمسيتان. عزيزتي المتعلمة، عزيزي المتعلم، عندما تلتحق بالتكوين المهني وتصبح متدربا، صحيح أنك ستهتم بالدروس النظرية التقنية وكذلك الأشغال التطبيقية، ولكن لا تغفل أن تعمل وتشتغل على اكتساب اللغات، على تنمية المهارات الحياتية، خاصة منها تلك التي تتعلق بالتواصل، اتخاذ القرار، العمل الجماعي والعلاقات الاجتماعية، التحكم في النفس، الثقة في النفس، التقييم الذاتي إلى آخره، وكذلك العمل على تنمية روح المقاولة التي ستجعلك بالطبع تفكر في خلق مقاولة. كل هذا سيقوي ويعزز القابلية للتشغيل من جهة، وكذلك سيساعدك على الاندماج السريع في الحياة المهنية من جهة أخرى. شكرا على تتبعكم، وأتمنى لكم التوفيق في بناء وتحقيق مشاريعكم الشخصية.